هاي نيسان اكس تريل لقت نجاح كتير كبير من 15 سنة لليوم، خاصة مع جيل الثالث يلي تقدم مؤخرا، وأكيد هالسيارة بتحمل محرك من 4 أسوانات سعة 2.5 لتر بيولد 170 حصان، وبلبنان حيكون سعرها ابتداء من $29,000، وأكيد اليوم حيكون لنا تجربة لها للجيل الثالث. وبحلقة اليوم بورش كلاب لبنان عم تحتفي بمرور 40 سنة من سيارتها بورش 911 توربو، وكمان رح نتعرف على سيارات جديدة منها فيات 500X، فورد اكسبلورر، وتيغوان من شركة فولكسفاجن. وللي بيحبوا الدراجات النارية مثلي رح نتعرف على دراجة نارية جديدة من شركة كاوازاكي بتحمل تسمية H2R. وكمان خلينا هلا نبلش حلقتنا مع نيسان اكس ريل، كان له تجربة مع لين بلبنان ومعي اكيد بسلطنة عمان. نيسان اكس تريل هي واحدة من أبرز سيارات الاس يو في المدمجة بفئتها، وهي سيارة مهمة جدا ضمن مجموعة الصانع الياباني من سيارات الاس يو في اللي أصبحت بتضم تقريبا سيارات من كافة الفئات. اليوم عندنا جيل جديد بالكامل من نيسان اكس تريل، كانت قد أطلقت للمرة الأولى بمعرض فرانكفورت العام الماضي، لكن اليوم بتوصل لأسواق الشرق الأوسط معتمدة على تراث نيسان العريق بعالم صناعة سيارات الدفع الرباعي، لتكون جاهزة أفضل من أي وقت مضى لخوض غمار المنافسة بفئتها، خاصة بعد ما أعلنت نيسان بأنها بتنوي بيع ما بيزيد عن 500,000 سيارة منها سنويا بأكثر من 190 بلد حول العالم. اشتغلت نيسان عند وضع رسومات اكس تريل الجديدة على دمج خطوط سيارات الكروس اوفر اللي بتعتمد على الانسيابية والأناقة بنفس الوقت مع الجاذبية والخشونة اللي تنفرد فيها السيارات الرياضية المتعددة الاستعمال، وبدلا من المعالم القاسية ذات الزوايا الحادة والأسطح المستطيلة اللي كانت اكس تريل السابقة بتتحلى فيها، صارت السيارة الجديدة بتتسم بتصميم أنيق ومظهر ديناميكي. بالداخل تتميز المقصورة بتلبيسات كرومية وتفاصيل معدنية وأخرى سوداء لماعة منفذة بعناية، تعطيكم انطباع بأنكم داخل سيارة فخمة ومتطورة، مع التركيز على استعمال المواد ذات الجودة العالية والمميزة بملمسها الناعم المعزز بقطب مزدوجة بتطاول بطانات الابواب والمقاعد ومسند اليد الوسطي الأمامي. بتتميز المقصورة بصفوف مقاعدها اللي بتتشابه مع مقاعد المسارح لجهة ارتفاعاتها اللي بتزداد كل ما اتجهت للخلف، الأمر اللي بيساهم بتوفير مجالات رؤية ممتازة لكل الركاب وبغض النظر عن وضعيات جلوس كل واحد منهم. أما إمكانية طلب اكس تريل بمقعدين إضافيين بالخلف فبيرفع عدد الركاب ل7، واللي بيميزها عن باقي السيارات بفئتها. محرك نيسان اكس تريل الجديد بيمتاز بتوفير قوة مقبولة جدا، لكن بنفس الوقت هو اقتصادي باستهلاكه للوقود، وبيتألف هالمحرك من 4 أسطوانات سعة 2.5 لتر قادر على توليد قوة 170 حصان عن 6000 دورة بالدقيقة. أما بخصوص عزم الدوران فبيبلغ هون 233 نيوتن متر متوفرة عند 4000 دورة بالدقيقة، وبتنتقل قوة هالمحرك اختياريا وحسب الطراز، أما بدفع ثنائي أو رباعي عبر علبة تروس أوتوماتيكية نوع CVT دائمة التعشيب. تعتمد اكس تريل الجديدة على نظام إلكتروني متطور للتحكم بالدفع الرباعي المستمر بيحمل تسمية All Mode 4x4i، وبيشتغل من خلال مفتاح دائري بالكونسول الوسطي يمكن معه الاختيار بين الدفع الثنائي، الدفع الأوتوماتيكي، والقفل اللي بتندفع معه اكس تريل بعجلاتها ال4 بشكل دائم. أخيرا وليس آخرا، نيسان اكس تريل الجديدة حافظت بشكل عام على قدراتها المعهودة بالسير على الطرقات الوعرة، وهو أمر لطالما كان من مميزات هالاس يو في اليابانية المدمجة، لكن اليوم هالقدرات أصبحت معززة بوسائل إلكترونية عديدة متطورة ترفع من قدرات اكس تريل وبتجعلها سهلة المنال، إلى جانب كونها بتتمتع اليوم بتصميم جديد كليا أكثر جاذبية على جميع الصعد من الجيل السابق. سيارة فعلا موفقة من نيسان، نتوقع لها نجاح كبير بأسواق الشرق الأوسط. خلينا نتعرف هلا على ثلاث سيارات دفع رباعي جديد مثل فيات 500X اللي مبنيه على قاعدة عجلات جيب رينيجيت، وكمان حنتعرف على جيل جديد من سيارة فورد اكسبلورر، واكيد سيارة جديدة ايضا من عند صانع الالماني في دبليو يلي هو تيجوان. فيات الإيطالية بتقوم بعملية توسيع مبرمجة لمجموعة سياراتها مستفيدة من تعاونها مع شركة كرايزلر اللي بتمتلكها فيات من العام 2009، وجديد هالتعاون هو عبارة عن تقديم نسخة كروس أوفر من الأيقوني فيات 500 مبنية على قاعدة سيارة جيب رينيجيد الجديدة أطلق عليها تسمية 500X. التصميم الخارجي مدمج بطبيعة الحال، حيث بيبلغ طول فيات 500X 4248 ملي، عرضها 1976 وارتفاعها 1608، بينما هي بتجلس على قاعدة عجلات بطول 2570 ملي، ساهمت بشكل أساسي بتوفير مقصورة ركاب مريحة قادرة على استيعاب 5 ركاب بالغين. تصميم مقصورة ركاب فيات 500X بتسم بالعصرية مع الحفاظ على شخصية فيات 500 المستوحاة من الجيل الأول من هالسيارة الشهيرة العائد لخمسينيات القرن الماضي، وبتتوفر هالمقصورة مع نظام ترفيهي متطور بيزيد من عملانية هالكروس أوفر الصغيرة. من الناحية الميكانيكية تتوفر فيات 500X مع خيارين من المحركات، المحرك الأول مؤلف من 4 أسطوانات سعة 1.4 لتر مع تيربو قادر على توليد قوة 160 حصان عند 5500 دورة بالدقيقة، مع عزم دوران بيوصل ل 250 نيوتن متر، متوفرة ما بين 2500 و 4000 دورة بالدقيقة، وبتنتقل قوة هالمحرك إما للعجلات الأمامية أو الأربعة الدافعة عبر علبة تروس أوتوماتيكية مؤلفة من 6 نسب أمامية، أما المحرك الثاني مؤلف من 4 أسطوانات أيضا لكن سعة 2.4 لتر قادر على توليد قوة 180 حصان عند 6400 دورة بالدقيقة، مع عزم دوران بيوصل ل 237 نيوتن متر، متوفرة عند 3900 دورة بالدقيقة، وبتنتقل قوة هالمحرك إما للعجلات الأمامية أو الأربعة الدافعة عبر علبة تروس أوتوماتيكية مؤلفة من 9 نسب أمامية. فورد اكسبلورر هي من دون شك واحدة من أبرز سيارات الاس يو في المتوسطة الأمريكية، وهي بتتمتع بشعبية واسعة بأسواق أمريكا الشمالية وحتى أسواق الشرق الأوسط. جديد فورد اكسبلورر هو تقديم جيل جديد بالكامل منها، مبني على قاعدة جديدة مختلفة عن اللي عرفناها مع الجيل الحالي منها، اللي كانت بدورة جديدة ومتطورة عن الأجيال اللي سبقتها، إلى جانب توفر اكسبلورر الجديد بمجموعة جديدة من المحركات. التصميم الخارجي لفورد اكسبلورر الجديدة بيتسم بخطوطه الحادة اللي بتعطيه شكل رياضي وحضور أقوى على الطريق من الجيل الحالي، كما عنا مقصورة ركاب جديدة بالكامل معززة بتجهيزات إلكترونية متطورة اللي بيترأسها نظام ماي لينك الترفيهي المعلوماتي، إلى جانب أنظمة سلامة إلكترونية نشطة عديدة لتنبيه السائق. توفر فورد اكسبلورر الجديدة مع 3 خيارات من المحركات، المحرك الأول هو جديد بالكامل نوع ايكو بوست مؤلف من 4 أسطوانات سعة 2.3 لتر مع تيربو، تعرفنا عليه مع الجيل الجديد من ماستانج اللي اجى ليحل مكان محرك ايكو بوست السابق سعة 2 لتر، وبيقدر هالمحرك الجديد توليد قوة 270 حصان مع عزم دوران بيوصل ل 407 نيوتن متر. أما المحرك الثاني هو نفس المحرك المتوفر على الجيل الحالي، المؤلف من 6 أسطوانات سعة 3.5 لتر، قادر على توليد قوة 290 حصان مع عزم دوران بيوصل ل 346 نيوتن متر. والمحرك الثالث هو من نوع إيكو بوست، مؤلف من 6 أسطوانات سعة 3.5 لتر مع تيربو، قادر على توليد قوة 365 حصان مع عزم دوران بيوصل ل 474 نيوتن متر. وبتنتقل قوة جميع محركات إكسبلورر للعجلات الأربعة الدافعة عبر علبة تروس أوتوماتيكية مؤلفة من 6 نسب. تيغوان هي سيارة كروس أوفر متوسطة الحجم من الصانع الألماني فولكسفاجن، مبنية على نفس قاعدة عجلات أختها هاتشباك جولف، كما بتتشارك معها معظم تجهيزاتها الميكانيكية. اليوم وللعام 2015 عندنا طراز مطور من تيغوان عرف تعديلات خارجية وداخلية جعلت منه سيارة أكثر عصرية وفخامة من الجيل السابق منها. ميكانيكيا بتتوفر فولكسفاجن تيغوان الجديدة مع نفس محرك الجيل السابق منها، المأخوذ من طراز جولف جي تي آي، المؤلف من 4 أسطوانات سعة 2 لتر مع تيربو قادر على توليد قوة 210 أحصنة مع عزم دوران بيوصل ل 280 نيوتن متر. وبتنتقل قوة هالمحرك إما للعجلات الأمامية أو الأربعة عبر علبة تروس أوتوماتيكية مؤلفة من 6 نسب. كما بتتوفر حزمة ار لاين من تيغوان الجديدة على غرار الطرازات السابقة منها، بتعزز من شخصية السيارة الرياضية عبر إضافة مجموعة من التعديلات على جسم السيارة الخارجي، بنذكر منها عاكس للهواء أمامي وخلفي، عجلات قياس 19 بوصة، بالإضافة لبعض التعديلات بداخل المقصورة. بورش 911 توربو تقدمت لأول مرة من 40 سنة، وهالسيارة الرياضية الأسطورية أخذت مكان مميز بين السيارات الرياضية مع تكنولوجيا حديثة، ومؤخرا تقدم منها جيل جديد ووصلت قوتها لل 550 حصان، وبورش كلاب لبنان احتفل بهالمناسبة. منشوفهم سوا. بورش 911 السيارة الأيقونية بتاريخ صناعة السيارات الرياضية بتحتفل هالعام بعيد ميلادها ال50، وبنفس الوقت بتحتفل بورش هالعام أيضا ب40 سنة على إطلاق نسخة توربو من سيارتها 911، ليعد واحد من أبرز طرازات الشركة الألمانية. بهالمناسبة قام نادي مالكي سيارات بورش بلبنان المعروف بتسمية بورش كلوب لبنان بحفل كوكتيل بنادي مارينا طبية، عرض فيها أبرز طرازات 911 توربو الموجودة بلبنان اللي فعلا تم الحفاظ عليها بعناية. الجيل الأول من 911 توربو كان قد أبصر النور بالعام 1974، لكن تم تسويقه فعلا بمطلع العام 1975، وعرف الجيل الأول من 911 توربو ليعد الطراز الأول من 911 المزود بشاحن للهواء تسمية 930 توربو، وهو كان مزود بمحرك مؤلف من 6 أسطوانات سعة 3 لترات مع توربو قادر على توليد قوة 260 حصان. طورت 911 توربو لتصير بتندفع بعجلاتها الأربعة ومزودة بمحرك مدعوم بشاحنين للهواء أي توين توربو، توصل قوة محركها مع الجيل الأخير منها ل 550 حصان. سبونسر فيوتشر، ميرسي لحضوركم. مثل ما بتعرفوا هيدا عم نحتفل اليوم 40 سنة بورش 911 توربو. هيدا الشيء عم بصير وورلد وايد يعني، ونحن كبورش كلوب ليبانون حبينا نحتفل فيها قبل بورش سنتر. اوكي، هي دغية من هالايفينمون هيدا. نعرف البورش كلوب اللي تأسس بال 96 وصار في انتخابات بال 2011 وتألف كوميتي جديد وأنا البريزيدون، وعم نعمل نشاطات كثيرة. في سفر، في سوق على السيركوي، اتليست مرة بالشهر ايفينمون، رايدات، وبنعمل ايفينمونات فور كوز. عملنا مثلا لهارت بيت مش من زمان. مثل ما شايف ناطرين الفانز تبعول البورشات يوصلوا. اسم نينجا مش جديد عن شركة كاوازاكي، ولكن هالشركة قدمت اليوم طراز جديد منها يلي بتحمل تسمية H2R، مجهزة بمحرك من 4 أسطوانات 1000 سي سي بقوة 300 حصان. بنشوفها سوا. كاوازاكي الشركة اليابانية العريقة بصناعة الدراجات النارية أطلقت مؤخرا الدراجة الأقوى بتاريخها والأقوى بفئتها من دون أي منازع، وهالدراجة هي H2R نينجا المخصصة للسير على الحلبات المغلقة. تصميم كاوازاكي نينجا H2R الجديدة انسيابي لأقصى الحدود، حتى أنه أضيف لجسم الدراجة اليابانية أجنحة صغيرة بالمقدمة لتعزيز تدفق الهواء بشكل أكثر فعالية على جسم H2R، وأيضا تأمين ثبات أعلى على السرعات العالية. بنوصل هلا لقلب دراجة كاوازاكي نينجا H2R المؤلف من 4 أسطوانات سعة 1000 سي سي، مدعوم بسوبر تشارجر قادر على توليد قوة 300 حصان، واشتغل مهندسو كاوازاكي على تزويد دراجة نينجا H2R بأنظمة إلكترونية نشطة بتساعد الدراجة على إبقاء الأمور تحت سيطرته، خاصة عند الخروج من المنعطفات مع كل هالقوة الحصانية وعزم الدوران. ما فصحت كاوازاكي عن أرقام التأدية الخاصة بدراجتها نينجا H2R، لكن من المتوقع أنه تتم عملية التسارع من 0 ل 100 كيلومتر بالساعة بأقل من 3 ثواني، والسرعة القصوى بتتجاوز 330 كيلومتر بالساعة. مشاهدينا، هيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم، بس قبل ما نودعكم خلينا نشوف اخر اخبار عالم السيارات، وموعدنا بيتجدد الاسبوع المقبل بنفس الوقت. باي باي. بيكمن التعبير الأمثل عن فخامة السيارات البريطانية ببنتلي جراند كونفرتبل الجديدة ذات السقف المكشوف، واللي تعد السيارة المكشوفة الأكثر تطورا وتميزا اللي بتقوم بنتلي بابتكارها لهلا، وعلى الرغم من تألقها بقوة لأنها بتتمتع بتصميم سلس وجرى ابتداعها بالكامل بطريقة يدوية باستخدام أفضل وأرقى المواد.